هاي صار لي 20 سنة وأنا بشتغل في هذه المهنة. ماني موظفة. فما لقيت مجال لهذا المجال عشان إني يكون عندي دخل أساعد نفسي. أكون عضو فعال في المجتمع، يعني يكون في حركة في الشغل. كثير بلمسه. بس يجين سياح بخليهم يعملوا، يجربوا يخوضوا التجربة بأيديهم. صار لي 8 سنين بشتغل تقريبا، يعني الحمد لله هسه محتواي من القطب عالي جدا، يعني مستعد اشتغل اي شيء. حبيت اني ادخل الشغل التراثي اشتغل عليه على شكل ستايل، سرعات جديده، اشياء حلوه، اشياء مش موجوده، اوكي قديمه في نفس الوقت حلوه ومتقدمه. أنا معظم تصاميمي من البتراء، بدنا الزائر يأخذ قطعة عبارة عن قطعة من البتراء مصنعة بس من نقوشات وآثار البتراء. بنشتغل الإشي الحديث والقوالب لأنه تدربنا الحمد لله على كل إشي، وبنشتغل على الإشي التراديشنال والقديم والتراثي. لحد الآن لازلنا نشتغل بسبب حبنا وشغفنا، ولقينا كل يوم بنلاقي عنا موهبة فيها.